في إطار ورشة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية أفريسيتي، سلط ممثلون عن جماعات ترابية إفريقية وخبراء في التنمية المحلية سلطوا الضوء على أهمية تدبير الوعاء العقاري لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات حضرية أكثر استدامة وشمولية وإنصافا في إفريقيا. المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع استراتيجيات تدبير الوعاء العقاري لتعزيز نمو اقتصادي منصف أوضحوا أن كل الممتلكات والتجهيزات والمرافق العامة الموجودة على الأراضي العمومية تشكل جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الحضرية التي تمكن الاقتصادات من النمو وتحسن من ظروف حياة الساكنة. العقارات هي واحد العنصر أساسي في التنمية، فالجماعات مدعوة اليوم أولا لتدبير الممتلكات والبحث عن ممتلكات جديدة في إطار الاختصاصات ديالها. فالممتلكات كتمشي من الممتلكات الخاصة اللي تتملكها الجماعة، سواء كانت أرض أو كانت بناية أو كانت مؤسسة، أو تمكن الاستغلال ديالها يعني أو الاكتراء ديالها أو الحصول عليها كهبة أو يعني مقايضة. أشغال هذه الورشة تميزت بتقديم البرنامج المشترك من أجل نمو اقتصادي منصف في المدن من طرف السيد فريدريك برون الذي مثل جمعية سيتيز أليانس صاحبة المبادرة. هذا البرنامج الممول من طرف الحكومة البريطانية يهدف إلى مواكبة ودعم المدن خاصة في إفريقيا وآسيا على تسهيل ولوج سكانها للتجهيزات والخدمات العمومية بكونها الطريق الأمثل للانتقال إلى مدن ذات تنمية اقتصادية منصفة ومستدامة.